متابعين ببيروت ومرض الكرون هو الموضوع اللي اختارته اليوم خبيرة التغذية لانا عريسي. رح نحكي طبعا عن هالمرض من الشق الغذائي. اهلا وسهلا فيك مرة جديدة لانا. اهلا وسهلا. عم نسمع كثير بالكرون ديزيز، خلينا نعرف اكثر ونقول للمشاهدين شو هو هالمرض وليه بلش يصير شائع. الكرون ديزيز نيفين هو مرض بيصيب اكشلي المصران الصغير. اوكي، بيصير في عندك التهاب. حتى نفهم اكثر شوي الكرون ديزيز حاحكي ببساطه عمليه الهضم كيف بتصير، شو اهميه المصران الصغير يعني الانتستان جريل، ليش هو معني بهذا المرض. نحن لما ناخذ الاكل كيف الجسم بيتعامل معه، بيوصل الاكل من بعد المعده على الانتستان الرفيع يعني المصران الرفيع، هونيك بيصير اكثر العصائر الهضميه اللي بتجي من الكبد من البنكرياس تختلط مع الاكل، وبعمليه البيريستالسيس تاعيت المصران اللي هي الشيرنينج مثل ما بيقولوا مثل المضغ تبع المصران، من وراها بيتكسر الاكل لموليكول صغيره. كل يعني اكبر عمليه الابسوربشن بتصير من المصران الصغير. يعني بيظهر النيوترينتس المغذيات بتظهر من المصران الصغير عبر البلاد ستيم عبر الدم حتى تتوزع على الاعضاء الثانيه. اللي بيصير بالكرون ديزيز بيصير في عنا التهاب بالمصران الصغير. اوكي، سو مشان هيك شو بيصير انه ما بيعود قادر يمتص الماكولات اللي فاتت بقلبه، تنزل هالمأكولات على المصران الغليظ مثل ما هي كمان بدون ما تكون بدون ما صار في ابسوربشن مع المي تبعيتها، وهذا الشيء بيسبب كرامبس، بيسبب اوجاع كثير قويه، بيسبب كمان دايريا اكيد لانه ما صار في امتصاص للاغذيه، بصير في عندنا كثير نقص بالاغذيه بقلب هذا المرض. بيسبب قرح بالمعده نوعا ما، الكرون هو قرحه في تقرحات، يعني في مرض ثاني اسمه تقرحات بس بيصيب مثلا المصران الالسيراتيف كولايتس اللي انت عم تحكي عنه، بيصيب عاده المصران الغليظ الكبير. اوكي، بينما نحن عم نحكي الكرون بيصيب المصران الصغير، بيصير في عندنا التهاب. يعني اكزاكتلي هو التهاب، وهيدا المرض از نوت كيورابل، يعني ما بيتعالج خلص اتس كرونيك ما بقى الواحد يشتغل. طيب الغذاء هو السبب انه ننصاب بهالمرض؟ معقول في ماكولات معينه حساسيه على ماكولات معينه بتسبب كثير ناس لانه عوارض هيدا المرض لها علاقه بالغذاء، بيفكروا انه ممكن يكون عندهم الرجي على ماكولات معينه اور للالسيلاتيف كولايتس اللي عم نحكي عنه اللي هي التقرح، ولا الكرون ديزيز لهم علاقه بالتغذيه تبعيتنا انه يصير معنا هيدا الالتهاب. الالتهاب بيصير هو هيدا المرض له علاقه بشغلتين، بالجينات جيناتنا الوراثيه اند الانفايرمنت. اوكي، المحيط. انفايرمنت يعني من التلوث، من التدخين، من كذا، من ممكن التدخين، ممكن طريقه الحياه، ممكن ستريس، ممكن يعني ما حنقول كيف طريقه المأكولات لانه الدراسات كلها نحن بدنا نحكي بيزد على دراسات كلها ما قدروا يعملوا كورليشن بين طريقه الاكل والكرون ديزيز. اوكي، لكن غذائيا ما في سبب معين، ولكن لا. اذا اصبنا بهالمرض شو الممنوع والمسموح؟ بلكي بنحكي عنهم اكزاكتلي هلا. أوكي، حنحكي بالممنوع والمسموح، بس اللي بدي اقوله الاغذيه اللي انا هلا حاعرضها عليكم هي كلها انعملت عبر دراسات، هاويفر الاغذيه اللي هي ممنوعه ومسموحه هي مش حتى لتحسن من نوعيه من 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 حاله المرض، يعني ما بيتحسن الالتهاب، انما حتى لنقدر يحسن من السيمبتومز، لانه نحن ما بيصير في كثير دايريا وبيصير في وجع وكرامبس. بنقول لهم يعني الانسان اللي عنده الكرون بده يقعد مع اخصائيه التغذيه ويحطوا غذاء كامل، حتى لانه حيصير عنده كثير اشياء، ما لانه ما في ابسوربشن للنيوتريونتس حيكون في ديفيشنسيز، يعني اشياء ناقصه بالغذاء عنده. نقص بالوزن كمان اكيد كتير. ممكن كثير بينقص الوزن وبتنقص الابيتايت وبيكون في كثير اوجاع. بس العوارض كمان مشابهه لامراض ثانيه، كيف ممكن يعرف الشخص انه عنده كرون؟ اكزاكتلي العوارض مثلا بتصير مثلا بالمعده، القرحه كمان بتصير 100% كثير قريبه لللاكتوز انتوليرنس،
كثير قريبه للجلوتين للسيلياك، يعني كل هدول العوارض هي كلها مجموعه، بس اكيد هو الطبيب بيشخص انه هيدا الكرون بصير بيكون بعد عن طبيب مختص. اكزاكتلي. هلا لما يكون نحن معنا كرون وخلال الفلير، يعني شو الفلير؟ لما يكون الكرون بحال، يعني انسان بحاله التهاب بحاله وجع، شو الاشياء اللي لازم يتفاداها؟ وبحب كمان افتح بارانتيز انه ممكن الانسان هيدا الشيء يزعجه، الشخص الثاني ما يزعجه، يعني هيدا الشيء ممكن من حالة يختلف تختلف من شخص لشخص، بس ان جنرال هدول المأكولات اللي نحن حنحكي عنهم هن المأكولات اللي لازم نتفاداهم. اول شيء النتس، كل شيء حتى النتس قد ايه هن اساسيين بالبروتيين بالاوميجا 3 بالزيوت الاساسيه، هاو ايفر قد ما كان قد ما حاول الانسان يمضغهم الا ما بيضل فيهم بقايا سوليد ممكن تاثر على المصران، عشان هيك النتس لازم نحن نتفاداهم. نكست بليز. ايوه الفواكه اللي لها قشره سميكه ما بتنهضم، اوكي؟ نحن هيدا نحن عاده للانسان بنقول كثير مفيد للصحه. اكزاكتلي. لما بدك تاخذ الفواكه ممكن الخيار اللي لها قشره بليز او البطاطا بنخلي لها بليز قشرتها، لانه قشرتها هي فيها الفايبرز. او لما يكون انسان عنده كرون اكثر شيء بنقول له اذا بده ياكل انه يقيم القشره، ان كان تفاحه او فواكه ثانيه او حتى خضار مثل الخيار. واللي افضل كمان ممكن حتى يقدر يرتاح بهيدي الفتره اللي هو فيها انفلاميشن، انه مثلا ليتس سي تكون كومبوت من مش تفاحه او مثلا شيء كامل، انه مثلا يحاول يحطها مايكروويف حتى تخسر شوي من الفايبرز. هلا الفايبرز اللي هي غير تمتص، يعني هي اللي بتساعدنا على دخول التواليت، هي اللي لازم نتفاداها لما يكون في عندنا فلير قوي. لانه اوكي exactly. اسهل فينا نكفي. نكست بليز. بس كمان في فوائد ثانيه عن الفواكه مثلا والناتس، بده يرجع ياخذهم من شيء ثاني، مثلا القشر كثير مهم. ما هو قشر التفاح مثلا او قشر اي نوع من الفواكه فيه كثير فوائد عاليه. هلا حنحكي باخر السيجمنت كيف بدنا نعمل سبلمنتيشن. اوكي. من الاشياء بدنا نتفاداها كمان حتى اللي هي السيدز، اذا انتبهتوا مثلا الفريز البندوره كل شيء، السمسم مثلا كل شيء له سيد بدنا ننتبه له. قلت لكم طريقه الطبخ كمان كثير مهمه، قلنا بدنا نتفادى الاشياء اللي فيها الياف اللي هي رافجز مثل السالري مثل البروكولي، بس اذا نحن عرضناها انه طبخناها كثير منيح على البخار لحتى يروح منها رافج ممكن تروح، او عملناها سوفورم بسوب شوربه مثلا او سوب اكزاكتلي شوربه مضبوط. حتى لنقول نحن بنقول الليجيومز كل شيء حبوب لانه لها الياف كثير ولها القشره ما ممكن تنهضم، ممكن تزعج الانسان اللي معه كرون. بس مثلا ليتس سي طريقه الطبخ كثير مهمه، مثلا فيهم ياخذوا حمص بطحينه، يعني الطحينه اللي هي السيدز السمسم زيت السمسم او والحمص، بمجرد ما هن ينطحنوا ويصيروا بطريقه كثير سوفت في الانسان اللي معه كرون انه ياخذهم. الصورة اللي بعدها بوب كورن. قد ايه البوب كورن هو سناك صحي وانا كثير بحبه، وقد ايه في بقلبه الياف وحتى الكورن يعني، بس لانه في عنده كثير الياف كمان الانسان اللي عنده كرون بده يتفاديه. نكست بليز. المقالي. هلا برايي لكل العالم نحن لازم نتفادى المقالي، بس اكثر كمان الانسان اللي معه كرون خصوصا ديورينج افلير، يعني لما يكون بحاله التهاب بده يبتعد عن كل شيء كثير مزيت كثير مقلي، لانه كميه الزيت كميه الدهن بتسبب كمان اسهال اكثر وما الابسوربشن. سو الزيت المقالي المايونيز الكريم صوصز كمان بدنا نبتعد عنها ديورينج افلير. نكست كيورد ميت، هدول نحن ما كثير شائع عنا ببلدنا، بس بينما بالبلاد الاوروبيه وبامريكا كثير شائعه اللي هي الكيورد ميت اللي هي اللحوم المعالجه بس بيكون فيها كثير دهون حتى اللي ياخذوها. هلا انا ليش حطيت هيدي الصوره؟ بدنا نبتعد اكيد مثل ما قلنا عن الدهون، بس كمان الانسان اللي معه كرون بصير لنا معه كثير نقص، بدنا ننتبه على انه ياخذ بروتين. لما بده ياخذ بروتين بده يبتعد عن البروتين اللي كثير عالي بالدهن وعن المقلي. كمان في شغله انه مش بس يقول انا ما بقى قادر اكل بروتين لانه بيسبب له ازعاج، الكميه مهمه، يعني لازم اتليست نحاول يجرب بشوي مثلا حتى ما ياكل الستيك الكبيره، ياكل مثلا قطع صغيره
إذا ما قدرنا فينا نعود مثلا بقلبين بأجبين. هلا بنحكي كمان شوي عن اللاكتوز انتوليرنس، بس ضروري نفوت كمية بروتين ولو هي مينيمال وننتبه على الكمية. يعني مسموح البروتين إذا كانوا مثلا سمك أو لحمة أو كذا، بس بطريقة تكون مشوية ما بيكونش فيها كتير زيوت أو مقلية. حتى هلا مدامك فتحتي ما حخلي مثل ما أني مقررة أحكي، ليتلي بالعالم التغذية لقيوا انه شغلتين كثير عم بيساعدوا مرض الكرون، اللي هي الاسماك والفيش اويلز بسبب الاوميجا 3، واللي كثير عم بيساعد هي البروبايوتكس اللي هي الاكتيف كلتشر بكتيريا تاعت اللبن، لانه بتساعد انها تحافظ على البالانس تبعيت البكتيريا بالجت لايننج بغشاء المصران. اوكي اوكي نيكست البندورة. البندورة هي إذا مش عارفين إذا إلها علاقة بالبزر، إذا إلها علاقة بالقشر، ولا إذا إلها علاقة بالأسيديتي، بس عادة مرضى الكرون they reported إنه ما عم بيقدروا ياخذوا البندورة لاش لا 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 نية ولا حتى معصورة كسباجيتي صوص. برجع بقلكم هيدي بتختلف من حدا لحدا، يعني أنا كان عندي صبية عم بعملها دايت لأنه في صار عندها أوفر ويت شوي مع كرون، قلت لها انه بدنا نقيم البندوره، قال لا انه هي فيها تتحمل البندوره، بينما كل اللي حكينا فيه قبل انه بيمرق. سو بنقدر نعرف انه من انسان لانسان هيدا الشيء بيختلف. اكزاكتلي بيختلف حسب نوعيه الجسم وتقبله للمكونات. أوكي. اللي لازم كثير نبتعد عنه هو كل شيء كافيين، يعني القهوه الشوكليت اللي فيها كافيين هي اكثر شيء ممكن تضر الانسان اللي معه كرون، خصوصا خلال افلار. حتى ما حبيت احط صورتها لانه ما بحبها، اللي هي الكربونيتد بيفرجز، مش كمان يعني السودز الاشياء المشروبات الغازيه، وهذا الشيء بالدراسات مش بس لانه بيحتوي على كافيين حتى لو كانوا كافيين فري، بس الانسان اللي معه كرون كثير لازم يبتعد عن المشروبات الغازيه خلال فتره الالتهاب. اوكي الصوره. اوكي الحليب ومشتقاته. الحليب ومشتقاته اكشلي اللي بيصير انه لانه بيصير في التهاب بالامع بالمصران، اند لانه اللاكتوز انتوليرنس كمان عوارضها مثل عوارض الكرون، يعني انت لما يكون عندك لاكتوز انتوليرنس لما تاخذي اي شيء حليب او مشتقات، ممكن مشتقات الحليب يتسبب هيدا الشيء بعوارض مثل عوارض الكرون. عشان هيك بننصح المريض، اصلا مريض الكرون هو ما بيقدر يتحمل الحليب unless مثلا كانت الجبنه. سوري لانا، بس انه نعرفوا انه الحليب سورس للكالسيوم. Exactly. الجسم بحاجه له، فهو اذا عنده مشكله الكرون وعنده الاسهال وعم يخسر وزن كمان عم يخسر الفيتامينات والاشياء. اكزاكتلي وهذا سمحتي لي افتح بارانتيز كبيره هلا دغري حمرقه. اكشلي اللي نحن عم نقول لهم اياه انه اول في يستبدل مثلا الحليب بصوي ميلك اذا بيقدر يتحمله، او بالمند ميلك حليب اللوز او حليب الصويا. بلس انه اذا ممكن مثلا بيتحمل الجبنه اللي هي كثير ايج، الجبنه اللي كثير مرق عليها عمر بيكون خف اللاكتوز فيها. ممكن ياخذ لاكتيز اللي هي الانزيم اللي بيساعد على هضم سكر الحليب اللي هو اللاكتوز اللي بيتسبب بهالعوارض. مشان هيك لما انت عم تحكي الملاحظه اللي كثير مهمه، كثير مهم انه مريض الكرون يكون عنده اكيد متابعه، اكيد عنده متابعه من الطبيب، ويكون عنده سبلمنتيشن. يعني اكثر شيء بيتعرض مريض الكرون لنقص بالكالسيوم اللي هو كثير مهم للعظم، بالفيتامين دي، اجمالا بكل الفيتامينز اللي هن سوليبل اللي بتذوب بالدهن اللي هي اي، فيتامين ا، فيتامين دي، الاو والكا. كمان اللي احنا بدنا نزيده بيتعرض كثير لنقص بالفيتامين بي 12، حتى ممكن امراض بعض مرضى الكرون انه ياخذوا شوتس فيتامين بي 12 والفوليك اسيد. سو يعني مالتي فيتامين، يعني انا ما كثير بحب السبلمنتيشن، بس بحاله الكرون الطبيب انا اكيد بيصر انه يكون في سبلمنتيشن، يا اما مالتي فيتامينز يا اما من الفيتامينات اللي نحن عم نحكي عنها حسب حالته الغذائيه لمريض الكرون. الكورتيزون كمان عم يدخل ضمن العلاج الطبي، بس عم يتسبب زياده وزن للمريض بهالحاله. مزبوط. البريدنيزون والكورتيكوستيرويد هن اجمالا العلاج اللي عم بيكون لمريض الكرون.
بس بدي اقول شيء كمان، هيدا العلاج عم بيكون انجح لما يكون الحاله الغذائيه تبعيه مريض الكرون افضل. اكيد المي سبلمنتيشن وذ ووتر كثير كثير مهمه، وخصوصا لما يكون بحال في دايريا. نعرف قدي أهمية المي وقدي لأنه عم يخسر أملاح معدنية. حتى في أمرار ممكن نعمل نحط مصل أو نشرب مصل اللي هني ريدي ميد بالصيدلية اللي في بقلبهم كتير إلكترولايت، أو نأكل أشياء فيها كتير عالية بالملح والبوتاسيوم اللي جاي مثلا من الموزة من الأفوكا إتسترا. نيكست. الصورة الأخيرة، الصورة الأخيرة هي أجندة. كتير مهم مريض الكرون يكتب لنا شو عم بيأكل. لما ياكلهم اول شيء نحن بنعرف قديش هو عم بيحصل على المغذيات، فيها اخصائيه تغذيه. من بعد ما تشوف الاجنده تاعيت مريض الكرون تعرف قديش عم بياكل، شو عم بيحصل على مغذيات، بلس انه حتكون ضوء كثير مهم على الاغذيه اللي هي زعجته. يعني مثلا لما ياكل هيدا الشيء عاده بيكون قدامه مثلا ريمارك انه انا هيدا الشيء زعجني، انا هيدا الشيء عمل لي كرام، انا هيدا الشيء وجعني. انا وقت الفلير مثلا وقت الالتهاب هذا الشيء كثير ممكن يكون شيء من مش المأكولات اللي نحن عرضناها، بس ممكن هذا الشيء سبب له بازعاج. ساعتها هيدي الدايري او هيدي الاجنده كثير بتساعدنا ان نحط الدايت تبعيت مريض الكرون. والشيء اللي بدنا نقوله بليز، نحن بدنا نعرف شغله انه وانس مريض الكرون ما عنده التهاب يحاول يفوت كل المأكولات اللي نحن قلنا يبتعد عنها يفوتها، بس شو اكيد وحده ورا الثانيه، يعني ما يفوتهم كلهم سوا بكميات كبيره، حتى نعرف كيف الولد صغير من طعميه لنشوف اذا شو عنده الرجي، بنفوت غذاء ورا غذاء، زيت الشيء بحاله مريض الكرون. صحيح، وبحاجه لاختصاص، سوري نيفين، هو بحاجه بفتره معينه لاختصاصيه التغذيه تتابع معه كل هالاشياء لفتره. بس مثل ما نحن بنقول للكل، بس مثلا عاده الاشخاص البقايا بنحط لهم ثلاث وجبات اساسيه بالنهار مع اثنين سناك. مريض الكرون منظهر له بعد كمية أكله، يعني بصير عنده ست وجبات صغيرة اللي هي بتكون مثلا ثلاث وجبات وثلاث سناك أو أربع سناكس، حتى يحصل على المغذيات ويكون لأنه الامتصاص يقدر يصير ما نتعب هيدا المصرم. نفس النقطة اللي كنت بدي أقولها قالتها هدى عن أهمية خبير التغذية كمان بحياة مرضى الكرون. إن شاء الله يكونوا وصلوا كل نصائحك لكل الناس اللي عم يحضرونا، وكمان يتبعوا وينتبهوا لأنه في أشياء كتير مفيدة بذات الوقت لازم يستبدلوها، وهذا الشيء ما في غير خبيرة التغذية أو خبير التغذية بيقدر يفيدهم فيها. ونحن كمان حابين نعايدك، ان شاء الله يا رب تكون سنه كلها خير. انا كمان حابه اعيد